إنني أسكن مع أناس لكنهم لا يستيقظون لصلاة الفجر إلا متأخرين، فبماذا توجهونني وإياهم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب الاستيقاظ لصلاة الفجر والصلاة مع الجماعة في المسجد وإجابة المؤذن في الحضور في المسجد، والواجب عليك نحو هؤلاء أن توقظهم لصلاة الفجر، والواجب عليهم أن يقوموا وأن تذهبوا لصلاة الفجر مع المسلمين، هذا هو الواجب عليه. أما أن تبقى معهم وتسكت وتذهب أنت للصلاة وتتركهم فهذا لا يجوز لك، بل يجب عليك أمرهم بالصلاة وإيقاظهم بالصلاة. فإذا كانوا لا يمتثلون ولا يقومون وقد بذلت وسعك معهم ولم تجد ذلك فيهم، فعليك أن تعتزلهم وأن لا تبقى معهم. نعم، جزاكم الله خيرا.